وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذرى القمة، هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صاحب الوجه الأغر والجبين الأنور، صلوا عليه وسلموا تسليما. ولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، مات أبوه وهو في بطن أمه، فلما خرج لهذه الدنيا دفعت به أمه بعد أيام لبادية بني سعد ليتعلم هناك فصاحة العرب ويرضع هناك وتقيه من أمراض المدينة. عاد لأمه بعد 4 سنوات ليقضي معها من عمره 2 عامين. كانت هذه السنتين التي قضاها مع أمه كطيف عابر. لكم أن تتخيلوا كم كانت تحدثه عن والده، كم كانت تلاعبه وتداعبه. طفل من 4 إلى 6 في عمره، قررت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر زوجها عبد الله الذي مات بيثرب، فانطلقت وهي تحمل صغيرها محمدا صلى الله عليه وسلم. انطلقوا ليسيروا تلك المسافة الكبيرة، وهناك في يثرب زارت قبر زوجها وقضت أياما قلائل، ثم انطلقوا عائدين. لكنه صلى الله عليه وسلم في عودته من المدينة من يثرب إلى مكة يبصر أمه أمام عينيه يهدها المرض وتصبح طريحة الفراش، ثم يبصرها أمام عينيه تسقط ميتة، ماتت أمه. فأخذ يبكي ذلك الصغير، ولم يجد حضنا يحتضنه إلا أم أيمن التي احتضنته في حضنها وعادت به إلى مكة يتيم الأب والأم. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ 25 من عمره فتزوج بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بلغ 40 من عمره فبعثه الله عز وجل، ثم ما زال يدعو في مكة حتى بلغ 53 من عمره فهاجر من مكة إلى المدينة، وبقي في المدينة سنوات بينه وبين قريش سجالات حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم في 6 من الهجرة إلى مكة ليعقد هنالك صلح الحديبية بينه وبين أهل مكة. يعقد ذلك الصلح وقد بلغ من العمر 59 من عمره، ثم يعود إلى المدينة. عاد بأصحابه وهو صلى الله عليه وسلم قد قارب 60 من عمره، وفي الطريق وبينما هم يسيرون إذ بهم يبصرون حبيبهم صلى الله عليه وسلم يتنحى جانبا صوب قبر كان على جانب الطريق، ثم وقفوا عند ذلك القبر ثم ينفجر باكيا صلى الله عليه وسلم، يرق رقة شديدة تسيل دموعه، يتحرك وجدانه حتى بكى الصحابة من حوله. ما لك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. بكى صلى الله عليه وسلم، بكى لأنه فقد الأمومة فترة من حياته. إنها الأم أيها الأحبة، الأم ذلك الإنسان الرائع، ذلك المخلوق العظيم، الأم التي حملت ووضعت وأرضعت، سهرت لتنام وجاعت لتشبع، الأم التي قدمت الغالي والنفيس. لأمك حق لو علمت عظيم، كثيرك يا هذا لديه قليل، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من حشاها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم نظفت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وكم ليلة باتت، وكم ليلة جاعت وأعطتك قوتها، حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وضاق عليك الأمر وهو يسير. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لفقد أمه، ولم يكن شعور
فاقد الأمومة يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينسى الأم لحظة من اللحظات، ومن تتبع سيرته وجد قيمة الأم وقدرها في حياته صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي يخبر أنه يقوم في صلاته وقد أهم بأن يطيل الصلاة، يقول فأسمع الصبي يبكي فأخفف، لماذا؟ قال مما أجد من وجد أمه عليه. الله أكبر، مما يجد من وجد هذه الأم، يراعي مشاعر الأم التي تسمع ابنها يبكي وتريد أن تسكته، تأتيه الحمامة وتأتيه القمرية تحوم حول رأسه، وقد أخذ بعض الصحابة فراخها فلم يقل من فجع هؤلاء في أمهم، بل قال من فجع هذه في صغارها. قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، قال رد عليها صغارها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالأم ويستشعر ماذا تعني الأم في الحياة. أحبتي، بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن تذكر أمه، فماذا قدمنا نحن لأمهاتنا ولآبائنا؟ البعض أمه ما زالت على قيد الحياة، جنته وناره. يقول عبد الله بن المبارك بت ليلة أغمز قدمي أمي وبات أخي يقوم الليل، فوالله ما يسرني أن ليلتي بليلته. كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا يأكل مع أمه في صحن واحد، ولا يسير فوق السقف منزل أمه بداخله، فسئل عن الأكل لماذا لا يأكل معها؟ قال أخشى أن تقع عين أمي على لقمة فتسبق يدي يدها إليها فأكون لها عاقا. كانوا يعرفون قيمة الأم، كيف لا؟ وقد أخبرنا الله في القرآن أن عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيا ينطق لسانه بتوحيد الله، فيقول من جملة ما يقول وهو صغير يتكلم في المهد ليعلنها، وبرا بوالدتي. ارحموا قلوب الأمهات أيها الأحبة، ارحموا قلوب الأمهات، القلوب المرهفة، القلوب الحساسة، إنها الأم أيها الأحبة. برها خير عظيم وفوز في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخرج في الحج ليستقبل حجاج أهل اليمن، في كل عام يخرج لاستقبالهم، يسألهم سؤال، يقول لهم أفيكم رجل يقال له أويس؟ فإن قالوا لا عاد، حتى جاء ذلك العام الذي سألهم أفيكم رجل يقال له أويس؟ قالوا نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قالوا نعم. قال كان به برص فشافاه الله؟ قالوا نعم. قال له أم؟ قالوا نعم. قال دلوني عليه. قال هو ذاك. فجاء إليه عمر وقال يا أويس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أمداد حجاج أهل اليمن فيهم رجل يقال له أويس من مراد ثم من قرن، كان به برص فشافاه الله إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. الله أكبر. يستغفر لمن؟ يستغفر للفاروق، يستغفر لخليفة خليفة رسول الله، يستغفر للرجل الثاني المبشر بالجنة، لكنه كان له أم هو بها بار. إنه بر الأم أيها الأحبة، الأم قلب حنون، ومهما أخطأنا في حقها إن عدنا واعتذرنا فإننا لن نجد إلا الرحمة. حذاري أن يسول لك الشيطان أن أمك لن تسامحك، عد قبل الرأس واليدين واعلم أن أرحم قلب هو قلب الأم. واسمعوا ختاما هذه الأبيات التي يصف فيها أحد الشعراء رقة قلب الأم ورحمته. يصف في هذه الأبيات حال غلام أغراه بعضهم بالذهب والفضة كي يذهب ليقتل أمه فيحضر قلبها. يقول أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، فكأن ذاك الصوت رغم حنوه غضب الإله على الغلام قد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما
فاضت به عيناه من دمع العبر، واستل خنجره ليقتل نفسه قتلا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا، ولا تقتل فؤادي مرتين على الأثر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. زكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة، هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة. فلست أقدم أمرا علي أمر